آية وعظة. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. أمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله ذات يوم ابنه أن يقرأ عليه شيئا من القرآن، فقال: ما أقرأ؟ قال: سورة قاف. فقرأ حتى إذا بلغ: وجاءت سكرة الموت بالحق، بكى، ثم قال: اقرأ يا بني. قال: ما أقرأ؟ قال: سورة قاف. حتى إذا بلغ ذكر الموت بكى أيضا بكاء شديدا. فهل اتعظنا بمواعظ القرآن؟ آية وعظة.